عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. احنا النهارده موجودين في جوله جديده ومميزه جدا من مول توسون للادوات المنزليه. طبعا يعني احنا مش محتاجين ان احنا نقول ان احنا مول توسون لتجهيز العرايس في البيت الحديث. كل حاجه تخص العروسه موجوده معانا النهارده. عملنا عروض عروسه حلوه قوي ما شاء الله، اللي ما تابعش الفيديوهات تتابعها. النهارده معانا شغل عظمه للحلل بقى على عيد الام. لو عروسه وبتجهزي الحقي نفسك من دلوقتي زي ما احنا متفقين، الاسعار رايحه في حته ثانيه خالص، فاللي يلحق بيفوز بالحاجه اللي اخذها خالص. عايزين نقول ان احنا عندنا اسعار النهارده من اقل سعر لاعلى سعر، الحقي نفسك وباكد عليكي للمره المليون، اللي يعجبك الحقي خديه، وكل ما تيجي تلحقي العرض بدري كل ما هتلاقي الحاجه اللي انت عايزاها موجوده، اللون اللي انت عايزاه موجود، التكوين كمان اللي انت شفتيه في الفيديو موجود، مش ازيد بسعر ازيد. فخلينا متفقين ان كل حاجه بنقولها في الفيديو اسعارها موجوده معانا. بجد بستمتع جدا بتصوير الحلل المعتصم لان عنده براندات مش موجوده عند اي حد تاني، زي عبود الستانلس والجرانيت وزي حاجات تانيه كتير قوي هنعرفها مع بعض النهارده في الفيديو بالتفصيل. خلينا متفقين ان احنا العرض بتاعنا من لحظه نزول الفيديو لغايه 21/3، عشان طبعا عروض عيد الام ورمضان كمان اللي عايز يجيب حاجه قبل رمضان، الاثنين داخلين مع بعض. هدي ماما بطقم حلل حلو زي كده وباسعار مميزه جدا. خليني اكد عليكم ان مول توسون في كل حاجه، سواء مفروشات، اجهزه كهربائيه، ادوات منزليه، رفايع المطبخ، بلاستيكات، كل حاجه موجوده معانا النهارده في مول توسون. يعني انت هتيجي خليكي عارفه ان انت تاخدي جهازك كله من مكان واحد وباسعار مميزه جدا. اول حاجه عندنا يا جماعه، شايفين الاطقم عامله ازاي؟ ما شاء الله تشكيل كبير، اكبر تشكيل اطقم حلل موجود النهارده من مول توسون. صعب تروحي مكان وتلاقي كل البراندات دي بالتكوينات دي موجوده في مكان واحد، لا والاسعار دي كمان. خلينا متفقين ان احنا بنعرض عند مول توسون اكبر تشكيل لاطقم الحلل وبراندات كمان يا جماعه. عندنا رفايع مطبخ، عندنا حلل ما شاء الله، يعني عندنا طبعا السافلون اهو موجود، الجرانيت والتيتانيوم كمان موجود معانا، الماستر اللي احنا عاملين عليه قلبان ده خطير قوي ما شاء الله، واللافا كمان اللي بتسالوا عليه موجود معانا برده بكل تكويناته، موجود معانا مارتيف ما شاء الله يعني اثبت جوده عاليه قوي وبسعر مميز جدا، زينوكس سواء السمارت او اليجانت او ايه تاني؟ جالاكسي. الجالاكسي طيب موجود معانا ما شاء الله تكويناته كلها. بسم الله ما شاء الله. خلينا ندخل على بند الحلل هنا، حدث بلا حرج بقى ما شاء الله، يعني انت داخله على صرح للحلل بس، وده بند موجود في قلب المكان، يعني ده قسم الحلل بس في المكان ده. انت عندك لسه صيني ورفايع مطبخ ومفروشات والبلاستيكات كمان، يعني احنا معانا عظمه هنا في قلب المول. حلل الضغط موجوده زي ما احنا شايفين، حلل البخار برده موجوده، حلل الضغط سواء المانوال او الماتيك موجوده. كل شغل عبود اللي ورانا ده عايزه اقول لكم باسعار مميزه جدا، والتكوينات كامله كلها وكل الموديلات بتاعت عبود في الستانلس موجوده، لا والجرانيت كمان، حتى الحلل الفرداني من اقل مقاس لاكبر مقاس بتوع العزايم موجودين معانا وباسعار مميزه جدا. حلل البخار، الجرانيت والستانلس برده موجوده معانا، تشكيلات كامله، تكوينات كامله من مكان واحد باسعار مميزه جدا ننافس بيها اي حد. استنوا الفيديو معانا للاخر كده وكملوا، ان احنا كل لحظه عرض جديد، انتوا عارفين محمود يمسك القلم بيخربها. بجد الفيديو النهارده ممتع جدا، يا ريت مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصله كل الاشارات بالفيديوهات الجديده. ويلا نقول بسم الله ونبدا الفيديو بتاعنا. محمود ايش النهارده؟ كل سنه وانت طيب. طيبه وكل عملائنا بخير وسنه سعيده عليكم بمناسبه رمضان الكريم، طبعا شهر مفترض، وستوا الكل عيد الام عامل لك دمار شامل، عيد سعيده عليكي واسعار منافسه للجميع. اكشن تاني مره بقول لك، الاسعار في ذمه الله وراح في حته تانيه. محمود توسون موفر لك كل البراندات وكل الشركات اللي انت نفسك فيها باقل سعر، خصم يوصل ل 40%، مش مجرد كلام بقول لك، ايوه 40%. كل اللي نفسك فيه هتلاقيه، لافا هتلاقيه، سافلون هتلاقيه، توكوماز هتلاقيه، نوفلام هتلاقيه، النوك لاين هتلاقيه، كل اللي انت نفسك فيه بفضل الله اكتر من 120 منتج. هنقول كل حاجه على الملا وعلى الطبيعه والاستانلس وكل حاجه، بس انا عايز اقول اول حاجه اللي عاملين، اشكر كل الناس اللي شرفتنا ونورتنا، طبعا ربنا يبارك في الناس اللي اخذت الحاجه في شهر واحد، وزي ما قلت لكم وزي ما عودتكم قلت لكم الاسعار في حته ثانيه. فعلا اللي هيستفاد في العروض بتاعت شهر ثلاثه حكايتها فوق الحكايه من عند مول توسون، والكلام مش خلصان فيها، انت المستفاده سواء من عنده ومن عند غيري، انا بعرض الصنف بالاسم بالماركه بالشركه والسعر، السعر منافس للجميع. توسون تحطيم اسعار، توسون وداع لجشع التجار، توسون وداع لغلو الاسعار، احنا في ظهركم ولازم نسهل على الناس، عشان كده ربنا بيسهل علينا في كل حاجه. سواء انت بنت، سواء عروسه، سواء مدام عايزه تجددي مطبخك، تعالى اوريكي الشياكه وفي الاناقه من عند مول توسون عامله ازاي. عايز اقول حدائق الاهرام البوابه الثانيه القديمه 35 واو عامله قلبان. حدائق الاهرام دي فين؟ في الجيزه، الهرم الرئيسي، في فيصل، بصي كل ده علامات، اسم الهرم، الهرم ابو الهول،
كل ده هرم الرئيس عشان ناس كتيره من بره كفر الشيخ والشلاوي تقول لي فين الاهرام. حدائق الاهرام معروفه جدا، اللوكيشن على الصفحه بتاعتنا، ارقامنا التليفون، بنفتح من الساعه 10 صباحا لغايه الساعه 1 بالليل طول الاسبوع شغالين بدون اجازات. تمام يا مدام شيماء؟ قلنا المترو انفا نازله مترو جايه من اي محافظه، هتنزلي مترو محطه الجيزه، ومحطه الجيزه هتلاقي عربيه على طول بتقول حدائق الاهرام البوابه الثانيه القديمه، في 10 دقايق بتجيبك هنا، ما تركبيش اي حاجه ثانيه، هتكون قدام البوابه اسمها خفرع 35 واو، معروف جدا، مول توصل هناك علامه مميزه. بقول لحضرتك ان انت نفسك فيها هتلاقيه. اول 10 ايام عامل لك هديه، عامل لك قلبان. عايز اقول للناس اللي استفادوا بعروض في شهر واحد ربنا يبارك لكم، انتوا عارفين الدنيا رايحه فين. ورغم كده كان اخر يوم بتاع العرض 2022 كنا كل حاجه مجابه مع الزبون والالوان، واشترينا بضاعه بالغاله عشان نوفر كل حاجه للزبون باللون بالمنتج بكل حاجه. عايز اقول حاجه عشان الشحن اونلاين برضو قبل ما انسى، الشحن داخل خارج القاهره مجانا داخل المعرض. الاونلاين بتدفع 100 جنيه على المنتج، ال 100 جنيه النهارده مش عامله اي حاجه انت عارفه، انا ال 100 جنيه دي بحط عليها 300 400 جنيه عشان يوصل لك المنتج لغايه بحضرتك. الناس الشهر اللي فات، بس اوضح معلومه، انا قصرت مع ناس كتيره في الشحن من ناحيه ايه؟ في التاخير، بدل كنت بقول 3 ايام يوصل لك المنتج ممكن قعد اسبوع، ممكن قعد 10 ايام، بس المنتج جالك بنفس اللون اللي انت كنت عايزاه حضرتك، بنفس كل حاجه. ضغط الشغل عندك يعني كانت ضغط، الحمد لله طبعا العرض نجح بيكم وليكم، العرض كان كبير جدا وعروض كانت كتيره جدا بسم الله ما شاء الله، كانت التوفير للجميع وكله استفاد بالعروض. رغم كده اديت لك الحاجه اللي انت عايزاها. الناس اللي انا بتعامل مع شركه جديده النهارده، الناس اللي بتدفع ثمن المنتج ليا في فودون كاش او اتصالات كاش، منتج جالي حضرتك لغايه باب البيت وبيقول لك هات 100 جنيه شحن بتدفعيها، وانا بقول لك اتصالات كاش وفودون كاش برجعها لك تاني. كل الناس اللي اخذت اونلاين عارفه حاجه زي كده، عارفه المصداقيه وعارفه الخامه وعارفه المنتج وعارفه السعر اللي توصل بيعمله والهدايا اللي عملها، كله استفاد بالعروض. عندك اي اراء تاني اكتبي لي في الكومنتات، وفي اي تعليق قولي لي وانا معاكي. انا عمري ما زعلت حد وعمري ما هزعل اي حد، احنا بنعمل ليكم وبيكم وبنكبر ليكم عشان خاطر كده بنجيب لك اقوى العروض واقوى الخامات. مفيش حد النهارده يجيب لك الاصناف دي كلها والشركات دي كلها ويقول لك السعر والمنتج والخامه، كله بيلعب بكله النهارده عشان السعر والخامه والمنتج راح في حته تانية ومفيش بضاعه متوفره. رغم كده توصل بيقول لك موفر لك كل حاجه بسعر، بخامه، بمنتج، بكل حاجه بيكتب لك عليها هو اللي بيلتزم بيها. مفيش حد بيديك عرض شهر، معلش انا بطول عليكم عشان افهمكم حاجه، مفيش حد بيديك عرض شهر كامل متكامل. اللي عمل عرض وبطل اسبوع 3 ايام 4 ايام بيقول لك عرض ساعه، انا بقول لك ملزوم بيا، البضاعه زادت زي الشهر اللي فات مش زادتش، الالوان وكل حاجه متوفره شهر كامل. انت عارفه يعني شهر كامل؟ عشان كده براعي ظروفك، عشان كده انت عارفه عامله حته جمعيه، انا بساعدك بستناكي. رغم كده مفيش الوقت ده الكلام ده، مفيش دلع في الحاجات دي خالص، احنا النهارده سعر كل يوم بيوم بسعر مختلف، الحاجه راح في حته تانية، الاسعار راح في حته تانية، ربنا يرحمنا برحمته. بس لازم نعمل عروض من القلب للقلب، نشجع بعضنا كلها لينا، نكسب حاجه بسيطه ونحرق شغل كتير. دي ميزه مول توصل. مول توصل النهارده مقدم لك في اقل طقم حلو قسما بيديني اكتر من 2000 جنيه ومش مستاهل اي حلفان. اي طقم هتشوفيه معانا يوم العروسه او العروسه هتبقى خصم 2000 جنيه حصري من عند مول توصل، لو ما وصلش 3000 جنيه كمان. بس توصل عامل لك جوده، عامل لك خامه، عامل لك منتج، عامل لك شويه براندات، شويه دلع من اللي اتمنع، عامل لك اسعار وخامات وموديلات 2025. بصي العروض لها ناسها وتوصل هيفضل اساسها، والناس اللي استفادت وعروض في شهر واحد ربنا يبارك لكم، انا فرحان ومبسوط وعلى قلبي زي العسل. واكتبي لي في الكومنتات ايه اللي حصل معاك في شهر واحد، غير كده بمرضي الله ورسوله. تمام، تعالى اقول لك النهارده عامل لك ايه. عامل لك شويه عظمه وعامل لك شويه موديلات وبراندات في حاجات ممنوعات عند توصل بفضل الله، جايب لك كميات. انا عايزه قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا نعرف الناس احنا فين. احنا في حدائق الاهرام البوابه الثانيه القديمه 35 واو، اللوكيشن وارقامنا التليفون على الصفحه الرئيسيه، بنفتح من الساعه 10 صباحا لغايه الساعه 1 بالليل طول الاسبوع شغالين بدون اجازات. بالظبط قلنا اللي يجي مترو الانفا بينزل محطه الجيزه، محطه الجيزه بيلاقي عربات كتيره بيقول حدائق الاهرام البوابه الثانيه القديمه في 10 دقائق يجيبك. النادي الفيصل، النادي الرمايه، جاي من الشرقيه، جاي من بورسعيد، جاي من كفر الشيخ، جاي من بص الدمنهور، من كل حته خدمه توصيل داخل خارج القاهره. عروض الحلل، عروض جهاز العروسه، عروض المفارش، عروض ادوات البلاستيك، ادوات الكهربائيه. عامل لك عظمه في شهر اكتر من في شهر ثلاثه، عامل لك اكتر من 10 فيديوهات هينزلوا على المراحل. استفادوا بالعروض واستفادوا بالخصومات، الحاجات اللي احنا هنقول عليها دي زي ما قلت في شهر اللي فات وحصل، مش مجرد كلام، الحاجه راح في حته ثانيه، الحاجه الدنيا مش مستقره، العروض لها ناسها وتوصل هيفضل اساسها. احنا بنجيب لك حته البضاعه وحاطط ايدي على قلبي عشان انا ملتزم بالكلام اللي انا بقوله، بس رغم كده انا مظبط كل حاجه، بس مش معنى بديك عرض شهر هتستني الشهر، انا مش مسؤول، الحاجه خلصت حتى انفاذ الكميه، انا ممكن اقول لك عرض اسبوع، بس انا بقول ايه؟ الناس
برضو من راعي ظروف بعضينا. تعالي بقى نبدا بقى العروضه مدام شيماء. طب بصي حكايته فوق الحكايه، اربع حلل وقلايه وصينيه، يعني هو خمس حلل. السوسيس بغطا. اه بس ما شاء الله الحل عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. تشيكت وايت فورد، بصوا سولو وتقيله، جرانيت بره وجوه، ويد منها فيها، وتقدري تعملي اي اكل فيها وعايزه تقلبيه هتقلبي، لان اليد بتاعتها معاكي مسطحه، الغطا جرانيت كمان معاكي. بسم الله ما شاء الله. تمام، ده كده اربع حلل وصينيه وقلايه تمام؟ تمام ما شاء الله، حلو قوي. ميدون تركي بتوزيع حراره شياطه. تمام. السمك بتاعه 6 مللي. بقول لك النهارده الطاولة ده ب 6400 داخل العرض معمول توسن ب 5674 جنيه. ايوه ما شاء الله، حلو قوي. جنيه. اسكين على طول. بالظبط. 5674، طقم 11 قطعة ما شاء الله بكل التكوين ده، وخامة محترمة جدا. العرض ده بينزل لون واحد؟ لا، ثلاث ألوان، موف وروز وأسود. العرض ما يتفوتش. حاجه خدها سكرين حضرتك. بصي انواع كتير اكتر من 120 نوع، سهليها زي ما انا بسهلها عليكي. انواع كده ما تجيش تقولي لي في طقم انت كنت عايز ب 5600، خد سكرين، انت مش هتخسري حاجه، وانت واقفه كده خد سكرين عشان اعرف اساعدك واعرف اجيب لك الوان الحاجه اسهل. بالظبط. تمام. حاجه شحن، الشحن عندي المره دي هيقعد اربع ايام لغايه ما اوصل لك المنتج، عشان انا شفته في شهر واحد وضغط الشغل انا مش عارف اعمل غير كده. اربع ايام يوصل لك المنتج، بتدفع ثمن المنتج اتصالات كاش او فودافون كاش زي ما الناس عملت كده في الشهر اللي فات، وبنحول لك الحاجه في خلال اربع ايام من كفر الشيخ جام من اي محافظه، هيجي لك المنتج لغايه باب البيت. طبعا الشحن ب 100 جنيه اي حاجه، طبعا دخلت المعرض الشحن مجانا. تمام كده مالوش علاقه. تمام. في توضيح اكتر من كده؟ لا لا. عشان انا ما بحبش حد يزعل مني ولا زعل حد مني. تمام. الطقم ده قلنا 5674 وجميع الالوان بتاعته. تمام. نخش على البنيره اللي حكايته حكايه. هو اللي ب 3000، لا ده مش معروض للاسف، ب 3750 جنيه داخل العرض معانا ب 3249 جنيه. 3249 جنيه. تمام. نخش على العظمه، رجعنا له بكميات رهيبه، ان الناس كتير سالت عليه وكان ناقص في الفتره اللي فاتت. جبناه تاني بكميات رهيبه. بصوا الحله مربعه، والمربعه دي بتبقى الساعه بتاعتها اوسع من المدوره، جرانيت بره وجوه، والغطا كمان معاكي وجرانيت، توزيع حراري زي ما احنا شايفين. حاجه حلوه قوي تستحمل معاكي، والحله ثقيله ما شاء الله. اسود نبيتي موف روز اللي انت نفسك فيه عروسنا هتلاقيه في مكان واحد من عند مونتوسو. تمام. اربع حلل وجريل والمسكات بتاعته والطقم التوزيع بتاعه كمان. 16 قطعه. بقول لك كام بدل 4950 جنيه النهارده؟ اقول لك السعر تحدي للجميع، وده على جشع التجار. تعالي ودي ب 400 بس. 400 بس يا جماعه اهو. اعملي سكرين على طول، ما تستنيش لما تيجي تشوف السعر مكتوب ولا لا، اعملي سكرين للطقم معاكي اهو. التحفه الفنيه اللي الناس دوشتنا عليه، جبتهولك بكميه تاني. طاولته البخار، اشرحي. انا واخده منه المدور، خطير خطير خطير. بصوا يا جماعه ليه تكعيبه كده من بره، شكل حلو قوي. كمان الغطا بتاعه هنا بايركس، وليه فتحه تهويه، يعني الحرف هنا اسمه جوان تقريبا. سيليكون. بصوا الحله عامله ازاي من جوه، شايفين الجرانيت. حاجه تستحمل معاكي، بقول لك خديه وانت مطمنه. طقم قمر بجد وشياكه وعملي جدا. بصوا التوزيع الحراري بتاعه، ده عبود يا جماعه، انا بعشق جرانيت عبود. استعمال استعمال ضرب نار، استعملي براحتك خالص. دول كده بصوا الحله الكبيره بتاعته مقاسها عامل ازاي، الساعه بتاعتها عاليه جدا حلوه، والحله الصغيره بتاعته برده العمق بتاعها ما شاء الله محترم، ومقاسها جميل جدا. يعني دي تطبخي فيها، مش تعملي فيها شويه شوربه، لا اكتر ما شاء الله، حلوه قوي. بسم الله ما شاء الله، مقاساته كلها عظمه، ومعاه كمان قلايه. تمام. المقاس 20 22 24 28 الجريل 28 ما شاء الله. طبعا اللون واحد معروف ماركه عبود، معاه ضمان 5 سنين مدام شيماء. اه تمام. تمام. قشري بوظي هاتيه، بس عايزك تبوظي بس وهاتيه. تمام. ميش. بكل الضمان بقول لك، خامه خالي من الرصاص بتوزيع حراره وشياط ب 11150 جنيه النهارده. محمود توسون يسكت، بيقول لك وداع لجشع التجار، تيجي تاخديه ب 9000 جنيه. شايفين؟ ب 9000 الطقم ده، والله بيتباع بره اغلى من كده، وراجع اسعارك. عايزك تقول لك اللي احنا كنا هننزله 1050 10500 جنيه. اه 10500 جنيه الاسعار دي اللي معلقينها. خطير خطير اللي انا هنزل، بس انا ما بسكتش. ده عبود ومش هتلاقوه عند اي حد على فكره. تمام. نخش على الطقم التركي بقى، باشا باشا الممنوعات. هو ده؟ اه الممنوعات. اربع حلل جراتسيا. تمام. اربع حلل وصينيه وجريل وكسرولة وطقم كنك، وفي منه اربع حلل وجريل وطقم كنك، ثلاث قطع. تمام. تمام. تركي يا جماعه، جرانيت بره وجوه، غطا جرانيت، الحله برده معاكي مربعه، الغطا بتاعها بومبي معاكي كده، حاجه شياكه، والاكسسوري بتاعت الحله بنفس اللون. شفنا التوزيع الحراري، شفنا كل حاجه. ميدل تركي، انا عايزك بس تركزي مع العميل، مش موديل تركي. تمام. ميدل تركي الاصلي عند واحد بس، هو ابو علي. دول اربع حلل وجريل وطعم كنك. اربع حلل وجريل وطعم كنك، حلو قوي. بقول لك ب 9000 جنيه وب 7200، بقول لك بعد الخصم ب 6500 جنيه عند مول توسون في حدائق الاهرام. الحق العروض، الحق العروض، هرجع اكررها لك تاني لحتى انفذ الكميه.
مش انا مجرد مديك عرض شهر قبل انت الحاجه دي بتبقى احنا بنتكلم على هو 13 قطعه آه. في منه 16 بقى 13 قطعه كده قبل ب 6 ونص والحاله ورود وانا حتى الفاز الكمال حاجه ما تقعدش الزبون توصل اكبر من كميه البضاعه مهما عندنا شغل ومهما بصي كل الالوان متوفره والشغل متوفر بس الزبون توصل والله العظيم اكبر من كميه البضاعه جمله قطعي بفضل الله لك الحمد لله الشط الناس بتنزل اول العرض بياخدوا كل اللي هم عايزينه بياخدوا للعروسه 2 و3 كمان ويبعتوا اصحابهم فانت كمان اللي انت عايزاه الحقي اطلبيه لان انت ممكن لما تستني ما تلاقيهوش العروض شغاله بس هتلاقي حاجات منها اكيد خلصت فالحقي عشان الاسعار ما تتغيرش معاك انا بيزعلني من العميل ايه لما بيجي اخر يومين يقول لي انت لسه منزل العرض انا شايفه انا منزل العرض بقالي شهر انا مفيش حد على جمهوريه مصر العربيه بيديك عرض شهر وقسم بالله شركات البراندات والخامات وكل الناس محدش بينزل عروض كله مستني الايه الرفعه اللي جايه ربنا يرحمها بقى ده رجع بكميات رهيبه تاني الحمد لله لك الحمد لله في الشغل بتوزيع حلاوه وشياطه ماركه نظيفه جدا ومربع برده معانا شايفين بص الجبل سيدي تدلعي نفسك بقى بتشوي فيها وبتعملي برجر بتعملي فيها بانيه يعني حاجه دي كده بجد حاجه عظمه دول معاكي اربع حلل والحله الكبيره مقاس كام دي 28 ما شاء الله شكلها اكبر اصلا اربع حلل ما شاء الله وجريل بقول لك بدات 6800 جنيه و5400 ب 4999 جنيه 4999 تيتانيوم يا جماعه مكتوب عليه اهو انا عايزك تركزي معايا عشان فيها عظمه محمود توصل عملها لك والله مركزه تعالي بصي 6445 ورب علي الاسعار دي كان المفروض ننزل بيها انا بعمري ما احلف بصي على كنوز الدنيا كلها والاخره واللي اتعامل معاها عارف زي كده بس انا بيصعب عليا الجشع التجار بيصعب عليا الزياده بخلي الناس كلها تفرح ونفرح اخواتنا البنات عشان ربنا يسهلها علينا ويسهلها على الجماعه والناس تتجوز تمام احنا لازم نقف جنب بعضينا في الظروف اللي احنا فيها لازم نقف جنب بعضينا 4999 تاخد الشياكه والاناقه دي طقم زي ده هتلاقيه باسعار تانيه بره خالص اللي يعجبك الحقي تعالي على طول شوفي لو عندك عروسه وبتجهز قولي لها وتعالي عشان تلحقي العروض دي طيب معانا طقم لافا بقى دول اربع حلل ولبانه لبانه عملاقه بصوا لبانه 2 رجل ما شاء الله تمام عملاقه ومعايا ومعايا بتوزيع حراري وشياطه السمك بتاعه 6 مللي ما شاء الله طبعا احنا عارفين الاسعار دي في الهايبرات الدنيا بكام بنسمعها 7300 7500 وانا متابع كل الناس وعارف اللي في السوق ايه وعارف اللي بيحصل ايه في السوق طب هنا لوفا وعارف ايه اللي بيحصل في السوق يا مدام شيماء عشان كده بقول لك بصوا يا جماعه الالوان بتاعته معانا اسود ومعانا روز ومعانا رمادي وفي بتنجاني اهو يعني هتلاقوا ما شاء الله وفي روز يعني في الوان حلوه قوي بسم الله ما شاء الله طيب الطقم ده معانا بكام يا محمود 5950 جنيه 5950 خد سكرين اهو خد سكرين اهو حضرتك 5950 جنيه نثبت ايدينا ونقول لك تكوين الطقم بيديكي كل التفاصيل ده 17 قطعه من لافا 5950 جنيه تمام وجميع الالوان اسود النبيتي موف روز اللي انت نفسك فيه تحفه الفنيه اللي الناس كلها جننتنا عليها عرفت جبته لك بكميات ثانيه الله الله الشغل الله. اللي بيخلص من ما نعرفش نجيبه والله الحاله كبيره الدنيا واقفه الناس جشعه التجار عايزه تستنى الحاجه لغايه ما تزيد ثاني رغم كده انا موفر لك كل حاجه وميدن تركي ميدن تركي طب يا باشا تمام طب يا باشا احنا كنا بنبيع الشهر اللي فات ارخص بس جبنا له ايه اكسسوري على جولد بالظبط تحفه جبنا طبعا بكميات ثواني عايزين نقول التكوينات اربع حلل اربع حلل وطقم كنك ومعانا قلايه روك كبيره ومعانا قلايه ثانيه بصوا القلايه الثانيه عامله ازاي وطقم توزيع حاجات عظمه مش هتلاقيها عند اي حد غير عنده مرتسون بجد شغل حلو قوي بجد بسم الله ما شاء الله تمام الطقم ده بكام 8250 جنيه صاحبه بيكلمني النهارده ب 8 محمود توصل بيقول لك هتيجي تجيب 6350 جنيه 6350 6350 جنيه الشياكه والاناقه والتحفه الفنيه دي ب 6350 جنيه تمام انت دي فين ب 6350 جنيه اللي بصي يزعلك على طول اديله بيها ب 6350 جنيه تمام تعالي بقى شوف الشياكه دي بصي ده بصي جمال ده اصغر حله بصي عامله ازاي الله تقيله بصي ما شاء الله فتحه تهويه هنا اهي والحله من جوه تيتانيوم ما شاء الله حاجه محترمه جدا حله حلوه قوي وده ايه بقى ميدن تركي ميدن تركي مكتوبه فوق فرز اول شايفين حاجه بيور طفع. حاجات استيراد مش هجيب لك مصر واقول لك عليه الماني واقول لك عليه تركي اللي بيغش بيغش نفسه احنا كل حاجه مصداقيه فوق اي شيء عشان كده بننجح ليكم وليكم واقل كلمه اي حاجه بنقولها الكلمه لها حساب عندنا اربع حلات وقلايه وطاجن مقاس 30 اربع حلل بص الحله عامله ازاي اربع حلل وقلايه وطاجن ولبانه 14 قطعه واللبانه كبيره برده ما شاء الله والطاجن بتاعه كبيره والطاجن بالظبط كبير والقلايه بتاعته ما شاء الله برده حاجه محترمه تاخدي طقم الله اكبر
اوريدي 20 30 سنه جت ما تفكري تستبعديه وتجيبي واحد جديد. حاجه كامه، حاجه الله اكبر عليه ب 10000 جنيه. محمود توسن بيقول لك ب 949 جنيه. حلو قوي، هي بالسكرين على طول. بالسكرين تمام ب 949 جنيه. الحاجات دي مش هتقعد، الحاجات دي حتى الفاز الكميه عندي منها شغل خفيف خفيف. بقول لك اهو الحاجه اللي عندي منها كميه والحاجه اللي عندي منها خفيف خفيف. تمام. الاستيراد واقف والدنيا واقفه. عندك بقى التحفه الفنيه، جبت لك منه بالعافيه. بصوا ده اللي عامل قلبان، يعني كلكم بتسالوا عليه، شايفين الحله عامله ازاي؟ عميقه جدا ما شاء الله، توزيع حرري محترم، الحله ثقيله، الغطا بتاعها برده ثقيل، بسم الله ما شاء الله، اي اليد بتاعتها مسطحه عشان لو هتقلبي الاكل معاكي. ده طيبه يا جماعه، عشاق طيبه، ده طيبه حاجه عظمه ومقاسات حلل تحفه. بصوا الجريل الدبل بتاعته وعملاقه. 42 42 بصي شياكه وعملاقه. بصي الطاجن، بصي الصينيه، بصي اي حاجه فيه الله اكبر عليه. بصي اللبانه، بصي القلايه، بصي الحلل. اربع حلل ولبانه وصينيه مدوره وصينيه مستطيله وقلايه وجريل وجريل وطعم توزيع والمسكات بتاعته 22 قطع. حكايته فوق الحكايه. الكرتونه بتاعته اهي 22 قطعه النهارده عامل 10750 جنيه. انا بحب كل ده، حابب اقول بعد وقبل مش هنزله ب 10750 جنيه. هقول لك تعالي خدي ب 9450 جنيه. 9450 كل التكوين ده، عايز اقول كتير كتير كتير. 9450 جنيه طب خطيره. تمام، تعالي بقى نشوف الشياكه دي. ما شاء الله مرتين. ده اللي وراك يا محمود. تيتانيوم. انت مركز قوي على التكوينات للحلل، ايه اللي جاي معاها؟ بص يعني انا شايفه كده من الاول حاطط حاجات مع الحلل حلوه. تمام، عايز اقول لحضرتك حاجه. النهارده الطعم الكنك هيعدي 600 700 جنيه. الحقيقي الصينيه لوحديها اللي في خامه الطعم دي تعدي 700 800 جنيه. طبعا. اللبانه تعدي 800 جنيه. الطاسه الكريب والصينيه البسبوسه هتعدي. دول قطعتين مع بعض. انا حابب اوفر للعميل ياخد طعم ينسى وطعم ما يجيبش اي حاجه. كله كبير ما يجيبش اي حاجه. تمام، كل حاجه موفرها لك. لازم بصي على السكسفار وخامه ومنتج اقل حاجه بنعملها. ده 18 قطع، اربع حلل وجريل وطاسة كريب وصينيه بسبوسه وطاجن مربى وطقم كنك ولبانه وطبعا المسكات السيليكون بتاعته. تيتانيوم فيه، جرانيت فيه، تيفال فيه. خمس الوان، روز، موفي، اسود، نبيتي، ازرق. خمس الوان. تمام، الطعم ده ممتاز جدا، ما تسيبوش عروسه، ارجحك بيه من انضف الماركات ومن انضف الشركات ب 11450 جنيه. قلنا وداع لجشع التجار. ادي ب 9250 جنيه تيجي تقدير. 9250 واعملي سكرين على طول لو عجبك. وطبعا لما تيجي انت مش بتاخدي حلل بس، انت موجوده في مول للادوات المنزليه والمفروشات، فانت هتلاقي نفسك بتاخدي كل حاجه لجهاز بيتك، مش هتلفي كتير، هتلاقي اختياراتك سهله قدامك ومتاحه وباسعار كتير جدا. الشفشه ب 20 والشفشه ب 10 والمجات ب 5 والحاجات الحلويات احنا نزلناها بس هتنزل على مراحل. الفيديوهات بقول لك 10 فيديوهات. ادوات السكان كلها، القلايات الاير فراير بفضل الله ننزلها، ومكانس الباناسونيك وال جي، وكل حاجه موجوده بفضل الله. قسم الصيني التحفه الفنيه، الطقم العاشر ب 499 جنيه اللي عامل قلبان في شويه حلويات. اتفرجي بس كده واعملي لايك وشير واستفادوا بالعروض واستفادوا بالخصومات. تعالى يا باشا هنعمل لك ايه تاني؟ العظمه اللي على العظمه. حتى نفاذ الكميه ده خطير، حتى نفاذ الكميه تقيل تقل السنين بجد خطير. بص الحله عامله ازاي من جوه، بص ما شاء الله تيتانيوم خطير قوي بجد خطير، يعني كل الكلام الحلو يتقال فيه. اليد بتاعته مسطحه لو عايزه تقلبي الاكل، الغطا بتاعه نفس الخامه بتاعته، طبعا فتح التهويه، توزيع حراري. وعايزه اشوف لكم اهي فوق ميد ان تركي، مش موديل تركي بالظبط كده، ميد ان تركي. تمام، الممنوعات دي 2 لتر وده اصغر مقاس. الممنوعات هتلاقي عند واحد بس هو الجريل بتاعته خطير. علي عند منتصم حكايته حكايه. بقول لك ايه، اربع حلل. ايوه الصينيه مربعه، بروش، كسروله بغطا، طعم توزيع، جريل، لبانه. عايزه ايه تاني؟ حاجه محترمه جدا. عايزه ايه تاني؟ خطير. لبانه كمان مش معروضه بتاعتها. تمام، وفي حاجات الجريل برده مش معروضه. يعني هو معاه كسروله ولبانه ولا كسروله او لبانه؟ لا كسروله ولبانه. تمام، لا يا كسروله يا لبانه. صح، انت صح. انا شايفه كده. 22 قطع حكايته حكايه. قلنا بدل 11250 جنيه وده على جشع التجار النهارده ب 11250 جنيه. تعالي خدي ب 900. والله يا بلاش، الطقم ده عظمه يا جماعه وشيك وتقيل جدا. عايز السفلون اهو داخلين عليه. حلو جدا بالظبط. هتقولي لي سفلون ولا ده؟ على قد برضه السفلون اللي وضعه، بس ده ليه بقى؟ خامه ومنتج وكوالتي وسمك وكل حاجه اللي انت نفسك فيه، ده موجود وده موجود. تمام؟ تمام. احنا مهما بصي انا عايز اساعد الناس. الرملاوي شركه نظيفه وشركه محترمه، ما اقدرش اقول حاجه في حقه. اكيد طبعا. بس الفكره الطقم النهارده عدى، يعني انت تاخدي طقمين بثمن طقم، انت فاهم قصدي؟ نفس الكوالتي ونفس الخامه ونفس المنتج. خش بقى على الايه؟
نايس كوكر تبع شركه نيو كلاين بكل تكويناتها وكل تشكيلها، موجود معانا المدور. معايا بقى سواء معايا جريل دبل، اربع حلل وجريل دبل، اربع حلل وجريل مفتوحه، اربع حلل وجريل ووك، فانت هتلاقي اختيارات كتير جدا، او اربع حلل وصينيه ووك وطاجن مستطيل. كل المقاسات مدور ومربع نيو كلاين ونص الكوكر هنعرضه بصي بالقطعه قطعه وسعر سعر وخامه خامه. كل طقم هتحدي على اي حد يشوف الفيديو ده توفير 2000 جنيه في الطقم ده بالذات. ما شاء الله 2000 جنيه ضمان 3 سنين زي ما انت شايفه بالشركه، تمام؟ وبقول لك بفاتوره المحل محمود توسن يضمن لك المنتج ده. اربع حلل وجريل من انضف الماركات، بقول لك بكام؟ ب 750 جنيه. هقول لك تعالى خديه ب 5649 جنيه. ما شاء الله خطير خطير. 5650 مفيش الاسعار دي على فكره خالص. 5650 جنيه بس ما شاء الله. احنا لينا منافسين، لينا منافسين، وانتوا اعرفوا السعر بره بكام وخلينا اخر الناس ب 5650 جنيه. يا جماعه تبع شركه نيو كلاين للناس اللي مش عارفه. تمام تمام. عندنا العدد الاربعه وجريل والطقم التوزيع بتاعه والمسكات ب 5249 جنيه. الجريل المفتوحه ب 5249 جنيه. تمام. كل حاجه شرح لك عليها وقايل لك كل حاجه سعرها بالسكرين. كل سكرين تعالي اساليني على الالوان والشياكه والعلاقه بتاعت الطقم ده. تمام. هنخش بقى على ايه ولا ايه؟ في الاربعه وجريل وقلايه، في منه الاربعه وقلايه اللي فوق لوحديه بكل التشكيله بتاعته، واربعه وجريل وصينيه. نخش على السفلون بقى. يلا بينا. نخش على السفلون ومتابعين احلى سفلون في الدنيا عامل لك خصم على خصم. بصوا السفلون وشياكته وجماله دي تاني هتلاقي جرانيت هتلاقي. بصوا اليد بتاعته مكتوب عليها سافلون. تمام. فتحات تهويه، الغطا ستانلس، حاجه محترمه. انت ماسكه سافلون، سافلون في ايدك، انت عارفه انت ماسكه ايه. بجد حاجه محترمه جدا. توزيع حراري وميدن تركي. احنا بنتكلم على السافلون براند معروف، مش محتاجه نراجع وراه. بسم الله ما شاء الله. دول اربع حلل وطاجن فرن وقلايه تستعمليها جريل كمان. حاجه محترمه وتقيله وغطا ستانلس وبراند يعيش معاكي بسم الله ما شاء الله. يعني طبعا مع المحافظه والحاجات السيليكون والخشب زي ما احنا بنقول. طيب ده كده معانا بكام يا محمود؟ بص يا مدام شيماء، محدش بيقول سعر الكلام البراندات ده دلوقتي طبعا. عشان كل دقيقه، مش كل يوم، كل دقيقه البراندات، كل دقيقه بسعر. هتلاقي لسه نازله لك 15% زياده، 20% زياده، 30% زياده. اللي فعلا اللي ما بتغرقش 13750 اللي هو ايه؟ اربع حلل وقلايه وجريل، تيتانيو، جرانيت، تيفال، سعر واحد. حلو الكلام؟ تمام. تيتانيو، جرانيت، تيفال، سعر واحد. مش هقول لك ده غير ده وده غير ده، كله سعر واحد. لا حتى انفاذ الكميه انا مش يعني انا مش مقيد ان انا الطقم يوصل لغايه يوم 20 او يكون متوفر. انا مش بتاعتي دي عشان برضو حدش يزعل مني. انا بقول لحتى لغايه يوم 20 في حاجات هتقعد وفي حاجات ايه هتكون خلصانه. تمام. نخش على المدوره مدام شيماء. اربع حلل وصينيه وقلايه. اربع حلل وصينيه وقلايه، تيتانيوم برضو، برضو تيتانيوم وجرانيت داخل العرض معانا بدل 11950 جنيه. بقول لك محمود توسن وده اللي جاش على التجار، تعالي خديه ب 10450 جنيه. 10450 واعملي سكرين على طول. ده تيتانيوم المدور. تمام تمام. 10450 جنيه الشياكه والاناقه، عايزه 13 15 كله متوفر. تمام. تعالى بقى شوف الماستر وجمال ماستر وحلاوه ماستر. ماستر ده خطير، عايزه اقول لكم حلو قوي ما شاء الله. ده الشكل اللي هو الغطا بتاعه جاي من فوق كده، مش اللي هو اسمه اللوتس، لا ده الفلاور يا ربي، لا ده كده الغطا بتاعه تحسيه من فوق. بصي ما بيتحركش ما شاء الله. طبعا اهو ماستر ده تبع شركه زينوكس. شايفين دي اصغر حله، دول اربع حلل وحله كبيره مقاس 32 خطيره. اربع حلل وطاجن 40 وجريل 40 وقلايه وطقم توزيع والمسكات بتاعتها. استنى الجريل الدبل مدلعه من ناحيتين، مدلعه من ناحيتين، وطاجن مستطيل عملاق وقلايه واربع حلل والحلات كبيره مقاس 30 حله عزايم يعني. وماستر حاجه محترمه جدا تاخديه برده وانت مطمنه. في الوان هو انا شايفه رمادي الفاتح اللي موجود على الثلاث كراسي اللي قدام، في لونين منه تانيين. تمام ماشي، الرمادي والروز، وفي البنك، في البنك الغامق. تمام. عايز اقول كل الهايبرات قسما بالله منزلها ب 10450 جنيه. تحدي من عند محمود توسن. مش هقول لك ب 9450، 8450. تعالي عرض حتى نفذ الكميه 8250. ده كام قطعه بقى؟ 21 قطعه. 21 قطعه يعني اللي هو اربع حلل وقلايه وطقم توزيع وطاجن وجريل في تمام؟ كل حاجه خطيره على فكره ما شاء الله. 8250 جنيه. تمام. 8250 جنيه. تمام. خش على اللافا وجمال لافا. ده تكوين مختلف غير اللي احنا شفناه. اللي بره كان 11 قطعه 13 قطعه، ده 24 قطعه. عباره عن ايه؟ اربع حلل عد معاهم ام العروسه وقلايه ولبانه وصينيه وطاجن وجريل روك والمسكات بتاعته وطقم توزيع. تمام. في حلويات اكتر من كده اهو،
حاجه محترمه جدا. بسم الله ما شاء الله. من اصغر حله لاكبر حله، طعمه محترم جدا، وكل البراند مكتوب عليه بالحله بالتوزيع ومعاه ضمان 3 سنين. بسم الله ما شاء الله. شالوا الرصاص بتوزيع حلو وشاطه، طبعا لافا كوري غنى عن التعريف. تمام. الطعم ده ب 10,650 جنيه. هتقول لي ما فيش الكلام ده، انا بجيب لك المنتج وبجيب لك الحاجه وصوريها واسالي بره وتعالي لي انا اخر واحد. في غلط في الكلام ده؟ لا. محدش بيديك المنتج والخامه وهيقول لك سعر وهيعمل لك عرض في اليومين اللي احنا فيهم دول، عشان مفيش بضاعه من اساسه ومفيش استيراد. رغم كده محمود توسن بيقول لك اللي فعل الله ما بيتغرقش. 10,650 جنيه، بقول لك تعالي خديه اهو، نحسبه ب 9,700 ب 8,250 بالظبط. 8,250 وكم قطعه يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله 24 قطعه. 24 قطعه بالظبط كده. 8,250 جنيه، حاجه محترمه جدا وجميل ما شاء الله. طقم استعمال برضو. تمام. اه خشي على المرتيف اللي حكايته حكايه، اللي عليه طلب كبير، اربع حلل وجريل وطقم كنك وحاجه محترمه جدا. بص الحله عامله ازاي، تيتانيوم والسمك والله زي ما تكوني ماسكه سافلون في ايدك، خطير. توزيع حراري، توزيع حراري وشياطه ان شاء الله، خامه ومنتج وجوده، ومدن تركيا مكتوبه فوق بس معكوسه، يعني بصراحه حاجه محترمه. واليد على فكره بعيده عن النار، وفي نفس الوقت الجزء المعدن اللي استلس ده اللي ماسك اليد عريض مش رفيع، يعني اهو عريض مش رفيع، يعني تقدري تحملي على الحله وانت ماسكاها، ما شاء الله جميله جدا. بسم الله ما شاء الله. طيب الطقم ده معانا مكتوب 7,299 ما شاء الله. 7,299 جنيه، حلوه تحفه فنيه. تمام. اربع حلل وجريل وطقم كمان. تمام. بصي بقى زونوكس بكل البراندات موجوده، مقاس 40 حله، عايزه مقاس 40 في الطقم. جوه الطقم خمس حلل عملتها لي، اكبر حله 32 سمارت عملته لك، 30 موجود، 28 موجود، إليجن موجود، جالاكسي موجود بكل التشكيله. بس الحقي لحتى انفذ الكميه. تمام. انا بنده بقول الحقي عشان الاسعار راح في حته تانية برضو، رغم الدنيا مش مستقره، وضمان 25 سنه. ضمان 25 سنه من افضل في الماركات. تمام. هو عبود حته واحده، في حته واحده خطير. يعني خامه منافسه للجميع. بص الحله الكبيره خمس حلل، بص الحله العزايم بتاعته عامله ازاي، حاجه محترمه جدا. بسم الله ما شاء الله. اه يا محمود. تمام يا باشا. اه ال 28 موجود وال 30 موجود وال 32 موجود. تمام. ده زينوكس بقى السمارت. اه والجالاكسي موجود. تمام. الله ده اتقل. يا حلو قوي. بسم الله ما شاء الله. والحله ليها معيار من جوه هنا اهي، ده اتقل جميل قوي. بسم الله ما شاء الله، خطير ده يا محمود. وبرده معايا هنا اهو حلات عزايم. شحن داخل خارج القاهرة مجانا داخل المعرض عند مول توسن. اه بقول تاني، جوه المعرض مجانا، جوه المعرض لكن مجانا. الشحن متاح في كل حتة. الشحن بتبدأ من أول طقمين، عايز تشحن مجانا بفاتورة من 7,500 جنيه هتيجي تاخديهم مجانا. تمام. الشحن ده أونلاين، بتدفع 100 جنيه وبتدفع ثمن المنتج وبيوصل لك في خلال 3 4 أيام بالكتير، 4 أيام. تمام. عشان ضغط الشغل اللي بيكون عندنا. سمارت وإليجن زي ما قلنا وكل التشكيله موجوده. عندي طقم تحفه فنيه ب 6000 جنيه النهارده من عند صاحبه ب 4,249 جنيه من المصنع بتاعه، ب 4,249 جنيه منافس للجميع. منيره ما شاء الله، منيره مقاس 32 فضي او ذهبي، هحسبه لك زي واحد اهو، انا بوضح لك اهو. تقيل برضه ما شاء الله. وبنيره تركي يا جماعه، 10 تركي ممنوعات، مفيش حد عنده الكلام ده. اللي عنده الكلام ده 24 اللي في ايدي دي 5,750 ما شاء الله، حلو قوي 5,750. اه بونيره بخمس حلل وفي حله عزايم، خطير ده. ماشي. اه عندنا النوك لاين بقى، الاعداد الكبيره الاربع اللي موجوده. اه امسكي بالله. نيوك لاين، ايوه معروف ما شاء الله. بصوا تيتانيوم يا جماعه، طبعا المقابض بتاعته اليد السيليكون يعني موجوده، والغطا كمان نفس الخامه. بسم الله ما شاء الله. والاكسسوري على خشابي، شوفوا بقى التفاصيل بتاعته، توزيع حراري وحاجه محترمه. والحله عملاقه سواء الصغيره او الكبيره، اربع حلل وجريل 32 تقريبا. اه اربع حلل وجريل ومسكات موجود، اربعه وجريل وصينيه مربعه موجود، اربعه وجريل ولبانه وصينيه مربعه وجريل وقلايه روك موجود. تكوناته كلها يعني، كل الانواع موجوده بفضل الله. داخل العرض معانا الاربعه وجريل بدل 9,650 جنيه، سمعت السعر كويس وكل سكرين بدل 9,650 جنيه، قلنا ب 8,150 جنيه اهو. 8,150 خد سكرين، التسع قطع خد سكرين 8,150 جنيه. تمام. قلنا عروضنا مش مخلصه من عند توسن. ال 10 بكام؟ بدل 11,250 جنيه بقول لك عرض واحد لكل واحد، تيجي تاخديه ب 900، ب 900 تسع قطع اللي هو معاه قلايه و 10 قطع، ال 10 قطع اللي معاه قلايه وطاجن فرن. تمام. تمام. بكل تشكيلته بكل مقاسات، هو اللي قدامنا المعرض. تمام كده مدام شيماء. اه تمام. هنخش بقى على المعرض بقى، ستانلس طيبه وستانلس تركماز ولافا والماستر بكل تشكيلته من عند توسن عامله ازاي. معانا بقى هنا ايه، اليوسف لوك. اه
بدل 6000 جنيه ب 4000 جنيه، دول اربع حلل ووك وطاجن مستطيل. راجع الفيديو بتاع الشهر اللي فات وشوف الاسعار وشوف نفس الاسعار ولا ب 4000. الحاجه بتزيد ولا بتنقص؟ 12 قطعه يا جماعه. تمام 4000 جنيه عامل الطعم عايزه ما بقى 6 مللي اربع حلل وجريل واربع حلل وقلايه في منه وفي تيتاني وجرانيت وسيراميك. بقول لك بكام النهارده؟ ب 4100 جنيه ده 9 قطع. تحدي 2999 تحدي يعني 3000. خطير خطير تحدي خطير. تحدي حلو قوي. النهارده ب 4100 جنيه ويمين بيه. مستنيه ايه؟ الارقام قدامك على الشاشه، اطلبي على طول او تعالي وشوفي محتاجه ايه وخدي كله على بعضه. ما تستنيش الفيديو يتركن عندك وتنسي العروض والحاجات تخلص. اول ما تشوفي الفيديو انزلي على طول هاتي كل اللي انت محتاجاه. ندخل نكمل. رجع تاني بكميات رهيبه. الطعم الاركوبيل 600 جنيه تمام. هم عاملين عليه عرض ب 600 جنيه. بقول لك تعالي خدي ب 490 جنيه بس. 490 ده ايه؟ كام قطعه؟ 18 24 قطعه الطبق مش عارف. 15 جنيه ما شاء الله. غويط مسطوح جاتو بلاد شوربه 24 قطعه بيخش المكرونه فل ب 490 جنيه. تحدي هدايا كده خفيفه حلوه لعيد الام. حكايته فوق الحكايه، كل الكميات وكل الاشكال، في منه سبع اشكال بفضل الله موجود. تمام تمام. تعالى نخش بقيت الحلل. غير انا عايز اقول اشكال الحلل صاج بقلب جرانيت، صاج بقلب تفال، هتلاقي صواني، هتلاقي كل حاجه هتلاقي. تعالوا ادخلوا كده وجمدوا قلبكم. شايفين ما شاء الله كل ده تشكيل في اطقم الحلل. هنبهركوا هنبهركوا. احنا عند متصل يعني، احنا بنتكلم على براندات وعلى تشكيل كبير جدا لاطقم الحلل. هنبدا من فين هنا يا محمود؟ بص يا مدام شهماء، متصل مصداقيه، ربنا يكبر بيكم وليكم ونجاح بفضل الله. مش عشان معرضي بقول الكلام ده، الناس اللي شرفتنا ونورتنا عارفه حاجه زي كده. المنتج بيجيب لك بكل تشكيلته بكل برانداته بكل سعر وخامه ومنتج والسعر منافس للجميع. تمام؟ جايب لك انواع شركات كتيره، عامل لك طقم حكايته حكايه، اربع حلل وقلايه وجريل والمسكات بتاعته خالي من الرصاص بتوزيع حرارة وشريطه. اللوك بتاعته غويطه. كل حاجه كل التفاصيل مكتوبه بتاعته، 12 قطعه. غويطه جدا. بص القلايه، بص الجريل، بص كل حاجه اللي انت نفسك فيها، من غير ما نرمي بقى المصداقيه معروفه. حاجه بالضمان وحاجه خامه وحاجه جوده. في منه الاربع حلل وطاجن وجريل وقلايه يا مدام شيماء. يعني في منه ال 13 وفي منه ال 12 تمام؟ حلو قوي. ب 750 ال 13 قطعه. بقول لك وداع لجشع التجار، تعالى عروس عشان ايه تتجوزوا بسرعه. بسته بس. بسته بس. الطقم ده بسته بس. بصوا اللي معاه، اللي معاه جريل ووك كبيره وطاجن مستطيل مع الاربع حلل بسته بس. طيب تمام؟ اللي هو معاه الوك وال اسمها ايه؟ القلايه. بسته 250 جنيه. بقول لك تعالى خدي بخمسة 350 جنيه. شايفين؟ بكل الوانه بقى عندك الوان كتير، عندك اللبن عندك 350 جنيه تمام. الاحمر الروز كل الوانه متاحه ب 5350 جنيه. الطقم ده تعالى بقى الشياكه والفخامه. بصي حاجه الله اكبر عليها، ملمس خامه منتج شياكه ميدون تركي بتوزيع حرارة وشياطه اربع حلل. اكسسوري على جولد، وهنا بدوران الحله برده في جولد كده والغطا بتاعها استنلس. حاجه شياكه، ده عندنا منه الوان، في منه ثلاث الوان، في الرصاصي وفي الاسود وفي اللون الرمادي. دول اربع حلل وقلايه وطقم توزيع. وطقم توزيع زي ما انت قلتي وشرحتي، جولد وحاجه نظيفه جدا، حاجه تنور في مطبخك ب 8250 جنيه. بقول لك وداع لجشع التجار ب 6500. 6500 واعملي سكرين. بصي مفيش احلى من كده والله، عروض بتتفوت. ما بتجيش غير مره واحده نفس الكلام في شهر واحد واثنين. انا بقول لك الحقي 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 بالظبط، الحاجه اللي تعجبك الحقي على طول. ايه طقم القمر ده؟ بصي ده حكايته فوق الحكايه، هو شبه النوفلام. مش خلينا نقول ايه، هو مش نوفلام طبعا. النوفلام اهو. خلينا معلش يا استاذ مصطفى ايه يوضح للعميل كل حاجه. عايز النوفلام موجود، عايز السفر موجود، عايز التركماز موجود، كل حاجه موجوده. بص التركماز 1000 جرام، مقاس واحد ومقاس اثنين ومقاس ثلاثه كله موجود. ال 14 وال 10 وال 8 وكل الاعداد موجوده. احنا يعني عايزين نقول البراندات موجوده كلها، كل حاجه. السفر موجود، التركماز موجود، اللافا موجود، الماستر موجود، وكل حاجه. عايزك تشوف الحلويات دي بس اخر الفيديو. استنلس تيبك جديد تمام. نخش بقى على التوب. دول اربع حلل وطاجن وقلايه. بدل 7450 جنيه مدام شيماء، بقول لك عرض على العرض بمناسبه عيد الام لست الكل، احلى ست الكل، ب 6250 جنيه. ما شاء الله اعملي سكرين على طول الحاجه اللي تعجبك واحنا شغالين دلوقتي. 6250 جنيه تمام. تعال نخش بقى على التحفه الفنيه، الثلاثه وجريل وطاجن. ثلاثة وجريل وطاجن. تمام. بقول لك ثلاث حلل مش أربعة، ثلاث حلل وجريل وطاجن، يعني حاجة اللي استعمله في عيد الأم شياكة.
5450 جنيه ب 3950 جنيه. ناس كتير هتقول لي طب ما تقولي السعر يا استاذ محمود على طول. انا حابب اقول لك اللي بيتباع بره ايه وتشوفي الدنيا فيها وتعرفي تجيبي السعر ده هتيجي معاكي ب 3950 جنيه. تلات حلل وطاجن وجريل وطقم توزيع. تمام تمام. نخش بقى على التحفه الفنيه اللي نزل اربع جبناه لك بكميات كبيره بكميات كبيره. تمام. موف هتلاقي اسود هتلاقي رصاصه هتلاقي رمادي هتلاقي بيج هتلاقي طقم حكايته فوق. ايه انا اسف على الازعاج بس انا تحدف. محدش هيعمل الكلام ده. بقول لك عارف الجوده والخامه والشركه اللي انا بدخلها في مصنع في المعرض بتاعي والمصنع ايه عشان كده بديك ضمان 3 سنين بتوزيع حراره وشويات وخالي من الرصاص. جرانيت بره وجوه يا جماعه. قسم بقيت اللي ب 4950 جنيه اللي فعل اللي بتقراش 3750 جنيه 3750 اعملي سكرين على طول لو عجبك. تمام 3750 جنيه بجميع الالوان. نخش على نيوكس افلون بكل تشكيلته نفس الكلام برضه ضمان 3 سنين بتوزيع حراره وشياطه وخالي من الرصاص. ده معقل ليا يا جماعه مش جريل. 550 جنيه وداع نخليه ب 4.5 يا باشا اعمل اللي انت عايزه. انت ماسك القلم انا سايباك. 3999 جنيه 3999 اقطع برزقي. لا 3999 ما شاء الله خطير. تمام تمام. نخش بقى على الاربعه وكسروله وقلايه اللي اكبر حله 32 اللي حكايته فوق الحكايه خالي من الرصاص. الحله والحله الكبيره اهي فعلا والكسروله معاكي والقلايه غويطه بكل الماركات خالي من الرصاص وخالي. بصي النقاء في 100%. تمام الوانها كلها متاحه بالظبط ومسكات سيليكون كمان. 6450 جنيه 5200 5200 اللي انت شايفاه قدامك ده كي اند اي. عايزه اقول لكم كي اند اي ممتاز اهو. الشهر اللي فات كان بيتباع ب 5850 الحاجه بتنقز ولا بتطلع ولا بتزيد. محمود توصل دمر شامل. تمام تمام. خش على الطقم بقى اللي حكايته حكايه اربعه وقلايه تحفه فنيه. بص انا مش عارف امسك الحله من تقولها ومن جمالها. بص شايفين يا جماعه حلو قوي ما شاء الله. اصغر حله مقاسها 18 تقريبا بالظبط كده اه 3999 جنيه. بسم الله ما شاء الله 3999 جنيه. الحق يعمل سكرين على طول الحاجه اللي تعجبك على طول ما تستنيش. العروض بتخلص والله يا جماعه. اللي عنده عنده عروسه وعايز يجيب لها يلحق ويجيب اول ما يشوف الفيديو. هرجع واقول بصوت عالي معلش انا اسف الحاجه انا ماليش دعوه بالكميه زي ما انت شايفه وفي فيك في المغزى بس زبون توصل اكبر من الكميه لحتى نفذ الكميه لغايه حتى نفذ الكميه. انا بديك عرض شهر بس حتى نفذ الكميه. الزبون النصح اللي يجي بدري. تمام زي ما عمل في شهر واحد كده في شهر اثنين. ده اللي انت برده دول اربع خلل وجريل وطقم توزيع ومسكات السيليكون. بكام الوانه معاكي بقى بس ما شاء الله. بكام 5975 عرض ده عشان خاطرك انت مش قلقان. تسلم. ده 18 قطعه ب 4950. بصوا يا جماعه فرق السعر قد ايه الحقيقي. العروض دي والله ما هتلاقي العروض دي عند حد غير عنده مول توصل. اكبر حاجه 32 تشكيل كبير جدا وباسعار مميزه جدا. كل التشكيل ده قدامك واختاري كل اللي انت عايزاه بدل ما تلفي في اماكن كتير هو موجود معاكي في مكان واحد. معانا ده ايه؟ تيما. تيما وجمال تيما. تمام تمام. اربع حلل من الشركه الممتازه وشركه كويسه جدا وخامه ومنتج وسمك. اه بقول لك ب 4999 جنيه توزيع حراري اه يعني ب 5000 جنيه. بقول لك وداع تيجي تاخديه ب 3950 جنيه. 3950 تعملي سكرين على طول. 3950 جنيه وانزلي او اشحني براحتك خالص. الطقم بتاعك ب 5450 5400 ده فاكرين ان انا اعتمد الاسعار دي يعني 5400 لا هم مش عارفينك. ماشي يلا يا باشا 4000 بالظبط طايل لنا 1400 جنيه واحنا واقفين بطقم حلل. يعني ال 1400 دول انت تحطيهم على حاجه ثانيه تجيبي بيهم حاجه انت محتاجاها. الحاجه ما بتاكلش وبتشرب زي ما هي بتزيد لي بس انا بقول ليه؟ نخلينا نساعد بعضينا ونسهل لاخواتنا البنات اللي نفسه في حاجه يجي ياخدها ويتجهز ونسهلها على الناس كلها وربنا يسهل على الجميع. عروضنا ما بتبصي منافسه للجميع. بقول لك تحطيم اسعار بجيب لك المنتج والسعر والخامه وكل حاجه. مرطيف بقى وجمال مرطيف. بقول لك ب 450 جنيه مدام شيماء. ايوه تجيب تسع قطع اربع حلل وجريل 3450 جنيه. تمام 3450 جنيه وتقيل على فكره وخطير 3450. تمام. هنخش بقى على جمال ايه؟ جمال الطقم ده وحرامه الطقم ده. السمك بتاعه 7 مللي توزيع حراري وشياطه بكل الالوان شركه وايت فورد. تمام تمام. الطقم ده ب 3000 18 دي معانا اه ب 3950 جنيه 950 اه 2950 شايفين 2950 جنيه. اعملي سكرين على طول الطقم لو عجبك ما شاء الله هو حلو. تمام عندنا تشكيله حلوه على فكره لسه عندنا حاجات اعلى عندنا حاجات اقل هتلاقي. كملي معايا الفيديو ده ايه عندك الطقم اه اربع حلل وجريل
قرنف ب 4999 جنيه. تقيلة تقيلة ما شاء الله. بص الحلة عشان خاطر عيد الأم وست الكل، كل سنة وهي طيبة. فتحة تهوية وأنت طيب يا محمود. تعالي ودي ب 2999 جنيه. 2999 جنيه. 2999 جنيه. حلو قوي. 2999 جنيه. حلو 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 ما شاء الله. هدية تمشي معاكي خامة عروسة منتج حاجة تشرف العروسة بالظبط. ده نفس الماركة تكوين تاني. اه. أربعة يعني. وجريل ب 3950 جنيه. تمام. 2950 جنيه. 2950 في احسن كده. سكرين على طول. مستنيه ايه؟ سكرين عشان لما تيجي تسهلي عليهم. انا عايزه ده، هتبقى الدنيا سهله معاكي. طيب ده ايكوت. ايكوت سيراميك تركي تنزيه حلاوه وشياطه خرم الرصاص. تمام. شايفين الحله عامله ازاي؟ ميدن تركي مش وقت ما منعات. ميدن تركي فوق اهي. توزيع حراري وحله ثقيله ما شاء الله ومنوره، يعني حله بسم الله ما شاء الله منوره. كام؟ 3250. يلا يا باشا. شايفين؟ اه. تمام؟ خلصنا على كده ما خلصناش. عايزه بونيره تيفال جرانيت تيتانيوم هتلاقي. كل ده موجود معانا تشكيله حلوه قوي. الطقم ده عظمه جدا والسلك بتاعه 6 مللي ده سيراميك بقول لك ب 450 جنيه. اه. تيجي تاخديه ب 2999 جنيه. 2999 اربع حلل وجريل سيراميك. 2999 جنيه. تمام. تمام؟ ده اللي قدامنا ده؟ لا. تمام. ده نوع تاني البونيرة لسه هنخش عليه. البونيرة جرانيت سيراميك تيفال. تمام. داخل العرض بدل 450 جنيه. الجرانيت اللي هو الفاتح مش الغامق ومن تحت اهو توزيع حراري. تمام. حاجة حلوة. استنى. 3490 جنيه. 3490. في التيتانيوم وفي التيفال وفي الجرانيت. اه كله سعر واحد. كل سعر واحد. ده كمان معانا ده حلو ده قوي. 3490 جنيه. ما شاء الله ده حلو. 3490 جنيه شياكة وأناقة وخامة ومنتج. جميل قوي ده. بسعر منافس للجميع. ده عجبني. تمام؟ ما شاء الله. اه. نخش بقى على ايه؟ بتاع الغلابة. يلا. بتاع الغلابة عايزة ب 2000 جنيه هتلاقي، ب 1000 ونص هتلاقي، موضوعنا كبير. الطقم ده بس سيمبل. الطقم ده اللي هو ده يا محمود. اه صحيح ب 400. دول اربع حلل وجريل. ده جرانيت بره وجوه، زي ما احنا شايفين كده الحلة بسم الله ما شاء الله، وتقيلة على فكرة بسم الله ما شاء الله، وتوزيع حراري محترم من تحت، وميدن تركي. خلينا فاكرين الأسعار دي. زي ما قلنا وهنقول مش هنعرف نعملها كده تاني. 2999. الفرصه ما بتجيش غير مره. طقم القمر اللي قدامك ده وتقيل على فكره ما شاء الله. الفرصه ما بتجيش غير مره واحده ما نقولش ايه. يلا. 2999 جنيه. تمام. نخش بقى على ايفيتا. وده زي سيراميك نفس السعر. نفس السعر. تمام. ب 2999 جنيه. طيب نيجي على الايفيتا. دول اربع حلل وجريل. هو ده يا جماعه. تمام. بصوا. ان شاء الله برضه الحاله صغيره غويطه. شايفين توزيع حراري اهو. حاجه شياكه. الوانك بقى براحتك، هاتي الالوان اللي تعجبك وحدي الوانك براحتك خالص، عندك تشكيله كبيره وكل الالوان متاحه، الموف والنبيتي والروز، هتلاقي حاجات كتير جدا. ده معانا بكام؟ فاكره ساعه ما كنا بنبيع في بنونس ب 1200 جنيه؟ لا بص حاجه ما استحملتش. كنا بنبيع ب 1200 جنيه. عايز اقول لك كل وقت وليه عدال، لما حاجه بتكون رخيصه انا محبا معناها والله الزمن يرجع تاني، بس الحاجه ما بترجعش. الاسعار رايحه في حته ثانيه. ب 3950 جنيه. 3950 جنيه. عايز اقول لك يا جماعه، عايز اقول لك الاسعار دي قسما بالله ما هتسمعيها تاني. الاسعار دي 5 و6 و7 ربنا يرحمنا برحمته وربنا يعدينا منها على خير يا رب. اربعه وقلايه بقى. لازم؟ لازم. اه اربع حلل وقلايه. 950 جنيه. بقول لك تعالي خدي ب 2100. 2100 اربع حلل وقلايه لازورتي يا جماعه. 2100 جنيه. اهو. تمام؟ الطعم ده. حكايه تحفه فنيه خامه منتج كل اللي انت نفسك تقوليه قوليه. طبعا ماركة شيبا ماركة طبعا غنى عن التعريف. اربعة وقلاية اربعة وجريل وصينية. تمام. 4650 جنيه. بقول لك تعالي خديه ب 3750 جنيه. اربع حلل وايه؟ وصينية وقلاية وجريل يا رب. ماشي. وقلنا خلصنا على كده ما خلصناش. عندنا طقم التروفال ده مدام شيماء. اربعة وقلاية. اربع حلل. اه. اربعة وقلاية. خدها مدام شيماء. اقل من المرة اللي فاتت. 2250 جنيه. ب 1350 جنيه. انت متاكد؟ 1350 اللي فات اللي ما بتغرقش. انت متاكد؟ 1350 جنيه. ده مكتوب عليه سعر تاني خالص. 1300 انا بقول لك ب 2000. بصوا 1350 يا جماعه ده بعد الخصم، بلاش اقول لكم السعر الاولاني كان مكتوب كام؟ سعر بعيد جدا. فاحنا كسبانين الخصومات دي. عرض من القلوب القلب للقلب. تمام. خش بقى على ايه تاني؟ آه لا عايزه اوري ورانا هنا يا جماعه تشكيل عبود كله موجود، الجري اللي فوق ده والجري ده كمان والمربع ده. كل ده تشكيل عبود موجود، والطقم اللي انا خدته خلص تقريبا صح؟
اللي هو ايه؟ المدور. لا موجود لسه بره معانا اوتوم لسه ما اتفتحتش ما شاء الله. لسه ربنا يبارك يا رب. عندنا بقى اوتوم الاستانلس اللي هي ايه؟ الفرادون ال 40 وال 38 وال 36 وال 34. بصي مدام شيماء عندنا ال 36 وال 40 وال 38 وال 36 وال 40 كل حله كل حله هتلاقيها مبططه عليها عشان بس ما نطولش عليها. عبود الاندلس. عبود الاندلس تركي. تمام. تخسروا منها 500 جنيه. غير كده اي حله شايفاها على الباركور بتاعك السعر اللي مكتوب نزلي منه 500. حله مكرونه هتلاقي، حله البخار هتلاقي، حله كسكسي هتلاقي. بخار استانلس موجود معانا، موجود معانا حله بخار استانلس برده مقاسات مختلفه يا جماعه، وتستعمليها برده معاكي ما شاء الله تقيله، وتستعمليها برده معاكي حله عاديه. طيب معانا كمان الثلاثه في واحد، في الجرانيت وفي الاستانلس عشان سعرها على الناس يا مدام شيماء 53 جنيه. ماشي عشان ما تقيش بخار الاستانلس محدش يستنى على حاجه. تمام تمام. 1250 واحد. تمام. تعالوا هنا دي الصفايه اللي هي بتاعه البخار موجوده معاكي، والحله عليها ضمان كمان 25 سنه. الله. والمصفى بتاعه المكرونه حله عاديه معاكي، حله مكرونه معاكي، كمان حله بخار معاكي، ثلاثة في واحد. مش هتلاقي كده خالص عند حد غير عند مرتصم. سعرها كام دي يا محمود؟ 2950 ببلاش. طب شايفين بقى؟ ببلاش. شايفين العروض دي؟ بجد تحفة ما شاء الله. ببلاش. تمام. ربنا يبارك لكل واحد هياخد حاجة، وربنا يبارك لكل الناس اللي أخدت في شهر واحد. عروضنا ما بتخلصش من عند مولتوسون، لسه الاوتوم الصين اللي عملنا عليها فيديو حكايته فوق الحكايه هينزل على المراحل، ما تفوتوش. ابو 70 وابو 66 وابو 53 الف جنيه تحفه فنيه، والمفارش ابو 35 750 دمار شامل. شويه عروض في شهر 3 من القلب للقلب، استفادوا بالعروض يوم العروسه وبالعروسه. الفرصه ما بتجيش غير مره واحده، اللي تجيبه النهارده احسن من تجيبه من بكره. عروضنا مكمله معانا نفس سلسله العروض، حله الضغط طبعا 2 في 1 عامله قلبان دي. دي اللي هي الغطا هنا وهنا دي خطيره دي. النهارده ب 450 جنيه. محمود توسون بيقول لك تيجي تاخديها ب 3900. ما شاء الله. 3900 حلتين تمن حله. حلتين الغطا ده بتحطيه على الحله دي وتستعمليها حله عاديه وحله عاديه، وبرده استعمليهم حلل ضغط. تحفه فنيه، سعر منافس للجميع. كل تشكيله الحلل الضغط الاوتوماتيك الاندلس البركه اللي كل نفسك فيه الامان، بكل تشكيلاتها بفضل الله من عند مرتصم، وكل الجوده اللي انت نفسك فيها هتلاقيها. ماني والروماتيك هتلاقيه متاح. اسعاره بتبدا من كام لكام؟ طيب بصي من 1975 جنيه لغايه 2003 و4. اخر حاجه 4 دي اللي هي ايه؟ اعلى حاجه، اعلى براند البركه. من انضف الشركات ومعاه ضمان 5 سنين الامان. تمام تمام. عايزين اقول عليها اهو، بصي 4250 جنيه داخل العرض معانا ب 3450 جنيه. مدام شيماء هي دي اللي هي دي 3450 جنيه. تمام. من 2750 جنيه داخل العرض معانا 2250 جنيه اللي هي دي يا باشا. تمام اهي كل حاجه. كل حاجه على سعرها اهي. تمام تمام. كل سكرين وكل حاجه على التليجرام وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب، وارقامنا التليفون على الصفحه الرئيسيه. انا اسف الشبكه عندنا وحشه، ما نردش على الناس والحكايه دي، عمرنا ما نقدر نستغنى عنكم، بس بنكون ضغط شغل غصب عننا. اللي عايز حاجه يبعت لي على الواتساب، اسهل حاجه هنرد على السريع على طول. الاستفسار كل اللي انت نفسك فيه على الواتساب. ارقامنا التليفون على الصفحه الرئيسيه، بنفتح من الساعه 11 صباحا لغايه الساعه 10 صباحا لغايه الساعه 1 بالليل، طول الاسبوع شغالين بدون اجازات. حدائق الاهرام عامله قلبان، بعيد الام، شهر رمضان مبارك عليكم وعلى امه محمد. تعالى بص كده بنفس بقى، عندنا طقم 28 قطعه حكايته فوق الحكايه. 28 قطعه، المقاس 28، من مقاس 18 ل 28. خمس حلل، خمس حلل حكايته فوق الحكايه ب 4750 جنيه. محمود توسن بيقول لك 3650 جنيه. 3650 ودول خمس حلل. اكبر حله مقاس 28. تمام. المقاس ال 32 بتاعه او ال 30 بتاعه، نمشي واحده واحده. مقاس ال 30 بتاعه خمس حلل. تمام. ومعاه ضمان 3 سنين زي ما انت شايفه، حكايته فوق الحكايه بتوزيع حراري وشياطه ب 550 جنيه. بقول لك تيجي تاخديه ب 400. تمام. ب 400 سكرين على طول اللي يعجبك. بصي الارقام قدامك على الشاشه والاسعار مع شكل الكرتونه. الفرصه ما بتجيش غير ايه؟ من مره واحده. الحاله العروض واستفادوا بالعروض واستفادوا بالخصومات. اللي توصل عامل قلبان في شهر 3 حكايته فوق الحكايه. تمام. حتى نفذ الكميه. عايز طقم خمس حلل 18 على 10 تركي بتوزيع حراري وشياطه ب 550 جنيه، هتيجي تاخديه ب 4850 جنيه. هقول لك لا، تعالي تاخديه بس هو ده ب 400. ب 400 ببلاش. ب 400 دي اكبر حله فيه، حله عزايم. بسم الله ما شاء الله، نص الحله مط والباقي بيلمع. ب 400 مدام شيماء. تمام. قلنا عروضنا مكمله معانا من سلسله خمس حلل. الاستانلس كله لغايه دلوقتي احنا بنتكلم في خمس حلل. في خمس حلل. من 400. خش بقى على التحفه الفنيه، اربع حلل وحله ضغط.
تمام. شوف حله الضغط لوحدها ب 3000 جنيه ولا 4000 بكام؟ ده اللي هو ده؟ بقول لك عرض عظمه. اه بص 18/10 سيليستين ميدل تورك المغناطيس وثلاث حلل، ومعانا الحله دي كمان حله عزايم، شايف العمق بتاعها؟ بسم الله ما شاء الله. ب 9000 جنيه ب 7750 جنيه. تمام. ب 7750 جنيه ما شاء الله. تمام. نخش على البونيره وجمال البونيره 28 30 ال 32 الذهب الفضي، وداخل العرض معانا. شوف بقى هو ده تحفه فنيه، ده عبود. انا لسه كنت بقول عبود خطير. بصوا يا جماعه الحله نفسها شكلها شيك قوي ومش مكرره. بصوا ضمان 25 سله، عمق الحله قد ايه، حاجه محترمه جدا، والغطا ستانلس. طيب عايزه اقول لكم ان في نفس الشكل ده على غطا بايركس، على غطا بايركس شيت وتقيله ما شاء الله. دي تقيله ودي تقيله. بصوا يا جماعه نفس الحله ده 18/10 بايركس سلستين على المغناطيس، كل حله 25 سنه. 25 سنه يحيينا المولى، عمر على عمر. ربنا يديكم الصحه ويديكم طول العمر تفرحوا بحياتكم، سواء عروسه سواء ست بيت. النهارده الطقم ده ب 11000 جنيه. تمام. ب 11 يعني نفس المقاسات ونفس الطقم ده خطير. انا عايز اعرف اللي هو اللي غطا الستانلس بكام والغطا البايركس بكام؟ 9000 جنيه بدل 11. تمام. ده الغطا بايركس؟ اه بدل 11000 جنيه. تمام. بقول لك ب 11 250 جنيه اللي غطا ستانلس، تعالى اقول لك ب 9350 جنيه وبس. 9350 فرق 350، ده غطا ستانلس وده غطا بايركس. لو بنتك انت خايفه منها يعني ان هي تتهور في المطبخ، هات لها اللي غطا ستانلس. لو انت عارفه ان هي بتحافظ على حاجتها وحابه تشوف الاكل وبتحب الشكليات برده، ده موجود معاكي وبصراحه هو شكله شيك قوي. طيب معانا ايه؟ نخش على العبود بقى وحكايات عبود. بصوا معانا عبود ده. تمام. دول خمس حلل والحله الكبيره يعني هنقول حله عزايم، بس هي مش كبيره قوي. دي مقاس كام دي يا محمود؟ مقاس 28 وفي 30 وفي 32. تمام ما شاء الله، مقاساته حلوه وعبود يعني ما شاء الله حاجه محترمه جدا. ضمان 25 سنه، كل شغل عبود ضمانه 25 سنه. الطقم ده معانا بكام؟ بص يا بدر، ده هو ده في 28 وفي 30 وفي 32 عشان الناس تركز معانا. تمام. ال 28 بكام؟ ب 6500 جنيه النهارده من عند مصنعه محمود توصل، بيقول لك تيجي تاخديه ب 5750 جنيه. ده بالنسبه لايه؟ ال 28 اكبر حله فيه. ال 28 خلينا واضحين مع كل العملاء. مقاس 30 بقى بكام؟ بقول لك ب 7150 جنيه هتيجي تاخديه اهو، بلاش 750 جنيه، هنخليه ب 6250 جنيه. 6250 جنيه. تمام. هنخش على ال 32 بكام؟ بقول لك ب 7750 جنيه. كله من نفس الشكل يا محمود؟ كله نفس الشكل. اه ب 6999 جنيه. تمام. ب 6999 جنيه. تمام ما شاء الله. اه احنا كل المقاسات وكل الحاجات احنا كده وضحناها. ال 30 بكام وال 28 بكام وال 30 بكام. تمام. ده بقى اللي هو الفيونكه او اللي هي بصوا يعني عامله كده شرطه كده. تمام. ده برده جميل قوي وتقيل، وده معروف قوي في عبود الشكل ده، من انضف الماركات الستانلس 18/10 سواء من عنده ومن عند غيري. عرفت تجيبي بالسعر ده هتيجي على طول. لو عرفت تجيبي بالسعر ده، بس تحدي دول خمس حلل منافس للجميع. السعر منافس للجميع. خمس حلل، اكبر حله مقاس 30، بقول لك بكام؟ بدل 750 جنيه داخل العرض معانا ب 6750 جنيه. 6750 جنيه بدل 7000 و8000 جنيه ب 6750 جنيه. تمام ما شاء الله. كل سكرين. تمام. كل حاجه بنقول لك عليها بسعرها. لا ايه، خش بقى على التحفه الفنيه 24 قطعه عبود. 24 قطعه. عبود ما شاء الله. اهي يا جماعه عبود هنا اهو ما شاء الله. ده بقى فيه تكوينه كبير جدا. دول اربع حلل وحله عزايم وطقم كنك. دول خمس حلل، 1 2 3 4 5 وحله عزايم 6، ومعانا طقم كنك. بص يا مدام شيماء، حله 2 3 4 5 طقم كنك ولبانه وطقم ثلاجه. هنا دي مش لا وقلاب وغطا، 24 قطعه في كل حاجه اهو. العلب بتاع وطقم ثلاجه وطقم ثلاجه. ايه العملاق ده؟ بصوا يا جماعه، طقم ثلاجه يعني ده ما يتحطش على النار، هو مش عاملين له توزيع حراري، بس تحطي فيه الاكل في الثلاجه خطير ما شاء الله، ما يتفعلش مع الاكل يعني. بص يا باشا، الاشر 750 جنيه ويا عالم النهارده بكام؟ ب 9875 جنيه. 9875. سكرين على طول. وحتى القلايه على فكره هنا بغطا، مش هناخد غطا حله نستعيره منها، لا هو القلايه بتاعتنا بغطا. طبعا. ما شاء الله. احنا خلصنا. خش الجنب بقى الزينوكس، الكلام ده مش خلصان يعني. مقاس 40، متخيله عامل لك طقم حكايته فوق الحكايه من شركه زينوكس، اكبر حله مقاس 40 واللي تحتها 30 و26 طقم ملوش حل. طقم ممتاز جدا، هنغنيك عن الحله لوحديها ب 3000 و3500 جنيه. خمس حلل بكام يا استاذ محمود؟ هنزله ب 8750 جنيه، هتيجي تاخديه زي ما الهايبرات كلها منزلاه. بقول لك تعالي بس عرض واحد لكل واحد ب 6000 جنيه.
الحله المقاسها 40 ب 6000 جنيه. خطير العرض ده على فكره ما تفوتيهوش. وزينه و25 سنه ضمان. سمارت او كلاسيك ب 6000 جنيه تمام كده. عايزه بقى خمس حلل وقلايه وطاجن وطشه وتوزيع حرايق والطقم الكنب بتاعه 21 قطعه 18 قطعه في كل حاجه. 18 قطعه سمارت خمس حلل وحل الضغط 7450 جنيه. تمام. بقول لك ب 6350 جنيه ما فيهوش حل الضغط. اربع حلل خمس حلل ده غير الصوره؟ لا غير الصوره. خمس حلل وقلايه وطقم صواني وطقم الكنب بتاعه ب 6350 جنيه. تمام. طيبه وجمال طيبه وحلاوات طيبه الاندلس كل تيمه بكل الانواع اللي انت نفسك فيها موجوده من عند توسن ب 5500. بقول لك ب 4250 جنيه تيمه. كل تيبه يا جماعه شايفين تيبه؟ تيمه 4250 جنيه. فين تيمه؟ 4250 هو ده؟ ب 4250 جنيه. 4250 ماشي. عايزه طقم ب 5750 جنيه البونيره اللي فوق. اقول لك تعالى خدي الثلاث ساعات 3999 جنيه. تمام. كريم على طول معاكي. تمام يا محمود. كل حاجه احنا ماشيين بالتوضيع غير البص العروض. احنا بنجري معاكي عشان الفيديو طول جامد قوي كده. احنا بنجري معاكي بكل العروض وكل الحاجه بفضل الله. عايزه طقم ب 1250 جنيه موجود. احنا ما قلناش الهديه المره دي، ما قلناش خدمه توصيل داخل خارج القاهره مجانا من جاي من كفر الشيخ جنب الشارقيه. ابتداء تعملوا فاتوره ب 7000 هتيجي المكان هتعملوا فاتوره ب 7500 جنيه هتاخد الشحن مجانا. عايزه اونلاين زي ما انت شايفه الحاجه بتبعتها لها على الواتس ببعتها لك كلها بتدفع ثمن المنتج الاول على فودافون كاش او اتصالات كاش او على حساب البنك بتاع الشركه وببعت لك الحاجه في خلال 3 4 ايام. تمام. خلصنا على كده ما خلصناش. بقول لك حلاوات طيبه وجمال طيبه الموديلات الجديده ال 2025 مش هقول لك ال 24 التركماس كله موجود. تمام. الطقم اللي انت سالت عليه اهو وفي منه الجديد كمان ال 10 اربع حلل مدور برضه مدور اربع حلل وجرين له صينيه تحفه فنيه فوق ما تتخيلي. عايزه التيتانيوم موجود، عايزه الجرانيت ده موجود. تعالى اعمل لك عرض على الاستانلس بتاع طيبه الخشب والاستانلس والفضه والدهب موجود. شوف الطقم ده وجمال الطقم ده. ده بسم الله ما شاء الله. ده ايه ده؟ اسمه ايه؟ اربع حلل وجريل وصينيه وطاجن وجريل حكايته فوق الحكايه والعلاقه الرك. بس توزيع الحراري بتاعه حلو. الحله تقيله ب 11750 جنيه. بقول لك تيجي تاخديه ب 8500 جنيه بكل التكوين ده. كل التكوين ده ما شاء الله. تمام. 8500 اكبر تشكيل لطقم الحلل شفناه معاكم النهارده ما شاء الله من مول توسن. اكبر تشكيل لكل حاجه موجوده في المكان. بسم الله ما شاء الله. بصي بقى يا باشا هديتنا مسكي الطاسه الغويطه ماشي تقيله ما شاء الله ومسكي طاسه الكريم. بصوا وركزوا في اللي انا هقوله. وركزوا في اللي انا هقوله. على قد العروض دي مفيش هديه في السعر المنافس اللي انا موفر لك كل طقم 2000 و2500 جنيه. انا حاطط ايدي على قلبي عشان الاسعار العرض اللي فات عملت فيها بصي كل اللي انتوا نفسكم فيه وجيتوا اخدتوا من اللي انتوا نفسكم فيه. جيرل او اول ما تبداي فاتوره ب 10000 جنيه هتاخدي حاجه من الدوله هديه. كتعب اللي هو ال 10000 هيجيبوا طقمين النهارده. هتاخد احلى طقمين. ماشي. بقول لك اول 10 ايام ينزل الفيديو ابتداء من 22/2 لغايه 22/3 اول 10 ايام هتاخدي القلايه او طاسه الكريب هديه. حلو قوي. خلينا من اول الشهر لاخر الشهر. اول الشهر لاخر الشهر يعني 22 لغايه اخر الشهر هيكون 2/3. تمام. 2/3 هتاخدي يا الطاسه يا القلايه وطول الشهر العروض شغاله بالاسعار اللي احنا شفناها دلوقتي معانا. تمام. خلاص كده. خدمه توصيل داخل خارج القاهره مجانا. بنفتح من الساعة 11 الصبح لغاية الساعة 1 بالليل طول الأسبوع شغالين في حدائق الأهرام عاملة قلبان. هتيجي على طول هتلاقي المعرض مفتوح. المعرض ما بيتقفلش خالص. تمام. قلنا أونلاين شغال، قلنا خدمة توصيل شغال، قلنا عروض الصيني التحفة الفنية اللي هنعمل لك عليها عظمة عملنا لك عليها عظمة شغالة. كل البراندات طقم العشاء وصل، الأدوات الكهربائية وصلت، البلاستيك وصلت، شغل رمضان كله وصل بفضل الله. قولي بقى أحلى كلمة للمتابعين بتاعتي. زي ما بقول لكم دايما الفيديو خلص لكن عرضنا من عند توصل لسه ما خلصتش. عندنا عروض كتير ودايما بيبهرنا بعروضه. بجد الفيديو كان مميز وانبسطت جدا ان انا كنت معاكم النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.